هلا الجزء اللي بعده راح احكي عن اوبتيكال سبوتد سويتش اوبتيكال ريفلكتيف سويتش وبعدين راح احكي عن الاوبتوكابلرز وايش اهميه الاوبتوكابلرز. خليني احكي اول شيء عن الاوبتيكال سبوتد سويتش. الاوبتيكال سبوتد سويتش عباره عن ديفايس بيشكل زي هيك. هون بيكون في عندي ال اي دي وهون في عندنا فوتو ترانزستور. عاده بيطلع عندي من ال اي دي 2 تيرمينلز ومن الفوتو ترانزستور 2 تيرمينلز بس 2 تيرمينلز ما بنزل تيرمينال من البيس لأن عمليا هذا الترانزستور راح يكون زي فالبيس تبعته لايت اكتيفيتد. مرات بستعمل فوتو دايت بس نفترض هون انه استعملنا اوبتيكال فوتو ترانزستور وعندنا هون ال اي دي وراح يكون في ضوء واحيانا الضوء في كثير احيانا بيكون الضوء فيزبل. فهاي هلا هون القاعده اللي هون بنركبها على برينتد سيركت بورد بنحفر اربع فتحات وبعدين بتفتح على الهاي بتتثبت. هلا هون بصير في عندي اي اعتراض لهذا الضوء راح يعطيني اون اوف. الطريقه اللي بنركب فيها الدائره بنحط هون كرنت ليميتنج ريزيستر حتى ايش يعمل؟ حتى يحط من قيمه الكرنت. انا ما بقدر احط 5 فولت او 10 فولت مباشره على ال اي دي فهذه راح تكون عندي وهدول الدائره راح نشبكها كهربائيا مع الدائره هاي. لاحظوا كهربائيا هل الدائرتين معزولين عن بعض؟ لا. هل الهدف اني اعزل انا الدائره كهربائيا بين اليمين والشمال؟ لا. شو الهدف من هذه الدائره؟ اون اوف سيجنال بس اني اعمل ديتكشن هون لاوبجكت عمالها بتمر من هون. فمثلا لو انا عندي خط انتاج وعندي البلت هذا مثلا طلعت انا منه قطعه زي هيك وبعدين هون ركبت اوبتيكال سلوتد سويتش زي هذا الدايود هون والترانزستور هناك وهي هون نزلت من هون الاسلاك. لما يمشي هذا البلت لهون لما هذه القطعه تمر من هون مش بيعملها ديتكشن؟ اذا الهدف من الاوبتيكال سلوتد سويتش يعمل فيزيكال ديتكشن. او ممكن استعمله بطريقه مختلفه. ممكن هذا الاوبتيكال سلوت سويتش اجي احط انا هون ديسك واخزن هذا الديسك وهون يكون في عندي فتحات في هذا الديسك. جيت اطلعت على هذا الديسك الان من الجنب راح الاقي انه هذا الديسك شكله مثلا زي هيك فهذا الديسك الان وين بيعمل روتيشن؟ بلف هيك بهذا الشكل مضبوط. هذول الفتحات اللي موجوده هون راح يمر منهم الضوء. مش على فكره هذا لحد ما الاوبتيكال الشافت انكودر ذكر الشافت انكودر نفس فكره الشافت انكودر بس هذا هون مفتوح يعني عاده بيكون بشكل مفتوح. انا بركب القطعه هاي وانا بصنع هذا الديسك والديسك هلا عدد الفتحات اللي موجوده في هذا الديسك راح يمر منها الضوء من هون. فالان هلا باخذ مثلا هون فرضا خليني افترض اني اخذت 12 فولت هون حطينا 12 فولت بلس وهون جراوند وهذا عندي ار1 مثلا وهذه ار2. شو بصير الان؟ لما بحسب طبعا انا هاي بحيث انه عاده بدي حوالي 20 ملي امبير يمروا في دايل الفوتو دايل اوكي او ال اي دي. فاذا عندي هون مثلا نفترض 12 فولت قديش رح تكون قيمه المقاومه؟ قديش بعتبر الفولتج دروب على سيليكون دايل؟ 0.7 12 ماينس 0.7 اوفر على 20 ملي امبير قديش بتطلع؟ 560 يعني قول 560 مثلا 560 او 570 اوكي ماشي 560 اصلا بريفيرد نمبر مش هيك. بعدين هون نفس الشيء بنحط هلا في عندي راح يصير في كرنت ترانسفير ريشيو من هون نفترض هذه 16 فولت راح يطلع معي الاوتبوت من هون. هلا لاحظوا لما الضوء يكون اون لما فيش انتربشن ايش راح تكون النقطه هاي؟ هاي ولا لو؟ لو لما يكون فيش انتربشن في ضوء جاي ايش راح يصير هذا السويتش؟ اون راح يعطيني هاي والعكس. طبعا اذا بدي اعكس اللوجيك شو بعمل؟ بقدر اخذ الريزستور هاي احطه هون وبصير الاوتبوت بس وقتها من الكوليكتر مش من الليميتر من هون. هذا بيطلع عندي هون في اوتبوت بين النقطه هاي والنقطه هاي بصير عندي في اوتبوت من هون. وهذا هلا ايش مهم اني اركب على هذا الاوتبوت؟ ايش لازم اركب على هذا الاوتبوت؟ في ريزستور عندي شمت تريجر لازم احط هون شمت تريجر سيركت لانه هذا الاوتبوت هون راح يكون سلولي ذير راح يتغير بشكل بطيء يعني راح يصير عندي الاوتبوت زي هيك وهيك وهو الديسك عماله بيتحرك.
هذا التغير البطيء هون، التغير البطيء هون هذا بسبب مشكلة إذا دخلته على بيك. فلما بركب عليه شميت تريجر بعمل شاربنينج، بعمل هاي بخليهم شارب، ها؟ فبيخلي هدول الاوتبوتس. طبعا من هون حاطط انفرتر، اذا ما حطيت انفرتر من هون لو خليتها زي ما او بحطوا انفرترز مع بعض بصير عندي لما يكون هذا هاي في نقطه معينه بتتحول عندها لهاي وبضل هاي، وفي نقطه ثانيه بتتحول للو بضل لو. لاني اذا ما عملت هيك يعني هذا وذ شميت تريجر الاحمر، إذا حطيت without trigger لو استعملنا لون ثاني، لو عملته without شميت تريجر راح يصير عندي إشي زي هيك. لأنه الفولتج لما بيكون بالنص بيكون undefined، إيش بيصير هون عندي؟ أكثر من بيصير عندي pulses إضافية، فالمعلومات صارت غلط. مش واضح هون في عندي pulses إضافية؟ في حتى طالب اظن عامل بروجكت ترانسيوسرز عمل شيء زي هيك، طلع ما عاد زي هيك. مين اللي عمل شيء زي هيك؟ تمام. ولما كنتوا تحركوه بسرعه يطلع عدد بلسز اكثر، لما تحركوا شوي شوي يطلع بلسز اقل. ركبتوا شيء بريكس ظبط؟ اه ظبط. ممتاز. ركبناه بان ما ظبط اي شيء. واضح؟ اذا حولنا احنا هاي السيجنال اللي هي السوداء حولناها للحمراء اللي هي وان بلس، لكل بلس عم بيطلع بلس، لكن هون عم بيطلع بلسز كثيرة، فهذه هون هذه without شميت. اوكي ماشي؟ لاحظوا الدائرة الكهربائية هاي وهاي نفسهم، نفس الدائرة. هلا في فاريشن على هاي اللي هي شيء اسمه اوبتيكال ريفلكتيف سويتش، والاوبتيكال ريفلكتيف سويتش نفس فكرة هاد بس بكون فيها انعكاس. فالاوبتيكال ريفلكتيف سويتش بكون شكله زي هيك. هون عندي دايود وفوت ترانزستور جنب بعض مرحبا، وهون لازم يجي اوبجكت امامه بحيث انه الضوء من الاوبتيكال. فهون العكس، هون لما يكون في اوبستراكشن في الشباب، هون لما يكون ما في شيء امامه في الشباب، فالضوء بينعكس لما يصير في اوبجكت امامه. وهي مثلا ممكن نستخدمها لو احنا ركبنا واحد من الاوبتيكال سلوتد سويتشز فرضا هون، وكمان اوبتيكال سويتش مثلا هون ركبته، كان عندي شيء بلف مثلا، نفترض انه هذا اللي كان بلف مثلا شكله زي هيك. ولما هذا يصير يلف من هون خلي واحد بكفي واحد. لما هذا الجسم يبدا يلف الان، لما يجي هاي القطعه امام هون ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني بلس، ولما بعدين تيجي القطعه الثانيه هون راح يعطيني بلس ثاني، فراح يعطيني تو بلسز بير ريفولوشن. هذا اسمه اوبتيكال ريفلكتيف سويتش. ترى مش هاي بتعتمد على الجسم اللي طبعا طبيعه الجسم انه في انعكاس او ما في انعكاس. فانت مثلا بامكانك تركب على القطعه هاي تركب مثلا ماده فضيه او سليب فضيه او شيء حتى تعطي انعكاس كويس، ها سليب معينه، او ممكن حتى نفس الاوبتيكال ريفلكتيف يجي معاه ستيكر تلزقها في المكان اللي بدك يصير فيه انعكاس، ها حتى تضمن يكون في انعكاس كويس، حتى ما تكون هاي الماده مثلا سوداء او خشن السطح، انت بدك اياه يكون ناعم وفاتح. فهذا اوبتيكال ريفلكتيف سويتش، كانت هدول استخدم في الفيدباك. بس الاحسن من هدول في الاستخدام في العملي اذا كان بدي اقيس سرعه محرك ايش اني استخدم؟ شافتي كودر. شافتي كودر مسكر ما بدخل عليه غبره ولا بدخل عليه اوساخ، بقدر استخدمه بشكل احسن. لكن في بعض التطبيقات ممكن يكون مناسب اني استخدم واحد من هدول. هذا كمان مشكلته نفس الشيء، لو استعملته في هذا التطبيق ممكن هون يدخل عندي وسخ فيصير في مشكله في السيجنال اللي جاي.